أوروبا. على بركة الله بدأ تجارب المتابعين المحاربين. الشهاب عثمان تيقول جيب النفاخة عمرها بالماء وهز بريكة وشعلها في النفاخة ما غاديش ترتق النفاخة. وايلي زعما تصدق نجربوها. جيبوا المعدات، هاد القرعه هادي فيها الماء وهذه النفاخه، انا عمر واحد شويه ديال الماء من هاد القرعه هادي باش بلا ما نوتها الروبيني. درنا فيها واحد الكميه ديال الماء، ايوا الحفله رابت. دابا نفخوا النفاخه. بسم الله على بركه الله، نرجع الله واحد شويه كما العاده ونتعدل البريكه. الله يلا ما ترتقاتش. عجيبة هاد القضية هادي، كيفاش على أن النفاخة ما ترتقاتش. المهم خويا عثمان الشهاب التجربة ديالك ناجحة. خويا سفيان البوعزاوي تيقول غادي تاخد كاس ودير فيه الماء، وغادي تاخد شي صفاية ودير فيها القرفة ودردر فوق الماء حتى يتغطى كامل، ومن بعد غادي تبدا دير صبعك في الماء غير بشوية، غادي يبقى ناشف. نتمنى ندوز. وايلي خويا سفيان زعما تصدق نجربوها. جبنا كاس خاوي وقرعه ديال القرفه وصفايه، غادي نديروا الماء هنايا، غنجيب الصفايه نحطها فوق هنا ونخوي فوق منها القرفه. فوالا دابا نبدا نصفي فيها، نحاول نحرك صبعي بحال هكا هكا احسن. فوالا تتعمل القرفه فوق الماء كما قال. كنظن بركه على حسب ما قال سفيان البوعزاوي، غادي نخشي صبعي في الماء وغادي يخرج ناشف، يعني القرفه غتعمل واحد الطبقه على انها توقي لي صبعي من الماء. بسم الله. شوف هذا الصدى كيفاش كيبان وسط الماء. اوب لا تقات لي، قاسني واحد شويه ديال الماء ولكن عطات واحد ليفي اللي هو غريب. شوف واحد القضيه، شوف نحط نهبط صبعي كيهبط مع واحد، شوف كتهبط مع القرفه. دونك التجربه من حيث الشكل مسليه، ولكن من حيث الفكره واش انا ما طبقتهاش مزيان اولا هي اللي غلطه. دونك هي تجربه ما صحيحاش 100%، وبالتالي غادي نعتبروها على انها تجربه ماشي فاشله 100% ولكن غالطه نسبيا. عبدو كينيدي تيقول جيب بالونه وهز جوج كيسان ولصقهم ونفخ البالونه وسط الكيسان وهز النفاخه وشوف شنو غيوقع. نجربوها. ها جوج كيسان، ها حنا لصقناهم، نديروا البالونه وسطهم. البالونه البالونه لا بالينا. بسم الله. فوالا حنا نفخنا البالونة، نهزوها. اش وقع؟ ما وقع والو، ما صدقاش بهاد الكيسان هادو. واخا غادي ندير محاولة أخرى نبدل الكيسان. جبت هاد الكيسان هادو الآخرين نجربو بيهم، نحطهم بحال هكا نلاصقوهم، نديرو النفاخة وسطهم. فوالا عمر كيسان تهزو، ولكن تهزو بحذر. لا لا شادين في راسهم، انا كنبوم بهم شادين في راسهم. التجربه ديال عبدو كينيدي كانت جايه مسؤوليه وكان فيها خطا على ان الكيسان يتهبطو، ما عرفتش متابعنا من وراها. محارب اخر سيمو عزام كيقول جيب كاس ديال الماء وحط من فوق ورقه عاديه وهز الكاس من التحت والكاس ما غاديش يتخوى. تريد ان تخدعني؟ زعما تصدق. نجربوها. ها هو الكاس، نعمروه بالماء تزداد هذو، نجيبوا ورقه عاديه ناخذوا منها القياس ديال الكاس بحال هكا، نحطوها فوق الكاس ونقلبوه نشوفوا واش غيتخوى اولا لا. بسم الله. راه كاين داخل سيمو عزام، كنت كنصحك باغي تقلبني. دونك التجربه ديال سيمو عزام كان فيها واحد النوع ديال المخادعه، ولكن في الاخر صدقت غير ظلمته والتجربه ناجحه. جامبول تيقول كنتمنى دوزنا خير رشدي، غادي تجيب اخويا شي ميكا بلاستيك ومن الاحسن يكون بلاستيك قوي شويه، غتعمرو بالماء تقريبا النص ديالو وغتهز قلم او ملون يكون منجور وتخشيه في ديك الميكا، غادي يخرج من الجهه الاخرى وغتلاحظ ان الماء غادي يجي يخرج، ويمكن لك دير شحال ما بغيتي من الاقلام. التجربه هذه على ما كنعقل سبق لنا حطيناها، ولكن في خاطر جامبول الوليده هذه غادي نعاودوها مره اخرى. غنمشي نعمر هاد الميكا هذه بالماء ونرجع باش نجربوا التجربه. عمرت الميكا بالماء وجبت هادو العواد ديال الشواء، ما عنديش الاقلام بزاف، هما اللي غادي نجرب بهم. بسم الله. فوالا ملي كتخشيهم في الميكا
لو كيخرجوا من جهه اخرى ما كيتسربش الماء. وهاد الفكره هذه هي باش كيشرحوا الاطباء تيقول لهم علاش ما خصهمش انهم يحيدوا السكين مثلا من شي واحد الا كان مضروب، حيت الا حيدوه نشوفوا شوف كيفاش كيوقع التسرب من جوج ديال الجوايه. اوبا حبس. التجربه ديال غامبو الوداديه تجربه ناجحه وفيها كذلك رساله. المحارب تيقول غتجيب كانيطه خاويه وغتجيب شي سلافه عامره بالماء وحط داك الكانيط فوق النار حتى تسخن مزيان، ومن بعد دير فتحه ديال الكانيط في الماء اللي في السلافه نتمنى دوزنا اش غيوقع زعما نجربوها. طيب الكانيط فوق العافيه باش تسخن مزيان كما قال بيا او ال، وجبت سلافه فيها الماء بارد فيه الثلج خليوها تسخن مزيان ونديروها هنا ونشوف شنو غيوقع. خصني نحط هاد الفتحه هادي نحطها هنايا كما قال، وطبيعه الحال غنرجع واحد شويه اللور عرف شنو غيوقع. بانت لي دابا سخنات مزيان، غادي نهزها ونشوفو بسم الله. اوبا شوف كيفاش ولات، ويلي 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 ويلي. بلاتي بعدا نحيد هادي عاد نكمل. شوف شوف بردات، غنشدها بيديا دابا. شوف كيفاش ولات بفعل الضغط، شوف كيفاش تكمشات كامله ولات بحال شكل شي ورقه خصوصا من الوسط. ولكن التفسير العلمي ما عرفتوش، اللي عرف شنو هو السبب علاش ولات بحال هكا اكتبوا لي في التعليق. شكرا بلال ال، والتجربه ديالك كانت ناجحه. ما تنساوش على انني كل اثنين كنحط لكم المنشور ديال الحلقه الجايه اللي غتحطوا لي فيه التجارب. من الافضل ان التجارب ديالكم تحطوهم ليا في التعاليق باش كيجيو لي ساهلين على انني نقراهم ونعزل منهم اللي غادي ندير. كل مره بقى ندوز 5 6 ما يمكنش ندوز كلشي، وكنشكركم على التفاعل ديالكم وشكرا بزاف لكاع الناس اللي قالوا لي مبروك 100K سواء في الفيسبوك او لا في اليوتيوب. ما تنساوش تدوزوا عندي الانستغرام، اللي عنده شي رساله خاصه او شي سؤال خاص يصيفطوا لي بشكل مباشر تما. نشوفكم.